دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم للاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده هيترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومه الاسبوعي لمناقشه عدد من الملفات المختلفه، وكمان هيطلق رئيس الوزراء الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه، غير كمان انه النهارده هيتم تنظيم حمله طرق الابواب للتطعيم ضد فيروس كورونا في شرم الشيخ. ايضا نجمنا محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر، وده يعني في اطار الاستعدادات لمباراتين النيجر وليبيريا. خلينا نشوف مع حضراتكم ايه اللي هيحصل النهارده باذن الله من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، وكمان هيطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اللي تم إعدادها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبترتبط أهدافها ومحاورها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية. النهاردة هيتم إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة شرم الشيخ، وهتستمر لحد يوم 30 سبتمبر، وده في ضوء استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27. الحملة بتستهدف جميع المواطنين والمقيمين في مدينة شرم الشيخ. النهاردة المجلس القومي للمرأة هيطلق فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد الدعاة والقيادات الدينية المشاركة في التوعية بالقضايا السكانية والصحية، وده ضمن ندوات التوعوية المجتمعية جلسات الدوار، واللي بتستهدف السيدات في عدد من محافظات مبادرة حياة كريمة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. النهاردة الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي هينضم لمعسكر المنتخب في الإسكندرية استعداداً للمباراة الودية أمام النيجر اللي هتتلعب الساعة 8 بالليل يوم الجمعة الجاية باستاد الإسكندرية.